خديجة من أولوز إقليم تارودانت. هاد البقعة هادي شرتها الوالدة تاعتي خويا محمد، خوك يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة. من اللي جات هاد السيدة هادي قالت لك البقعة ديالها، وحنا شرينا بالرسوم وشرينا بلا سميتو، وجات ديك السيدة قالت لك راه ديالها وتحكمت ليها هي، وبينا نعرفو حنا دابا حنايا كنطلبو الحقوق. كيفاش داتها هي؟ عاودي لنا كيفاش داتها، علاش بنات، اش من اساس؟ هي قالت لك تحكمت ليها، شنو واش جابت شي وثائق؟ قالت لك راه تحكمت ليها من المحكمة. دخلنا للمحكمة بدينا كنهبطو ملي كاع المحكمة كتبغي تحكم لينا لأن حنايا، وما عرفناش كيفاش تحكمت ليها هي، ما عرفناش. شنو جابت هي؟ شنو باش دلات للمحكمة؟ جابت شي وثائق؟ حد ما يمكنش داوك. قالت لك راه عندها الحكم غير ديال الوالدة ديالي، ما تقربش ليها، ما كتخرجش الحكم باللي تحكمت ليها هي، الحكم وداك الشيء ما كتخرجوش. عندها هي شي وثائق؟ قالت لك عندها الرسم، عندها كل شيء ديالها، وحنا عندنا حتى حنايا رسم، الرسم ديالها كاين اللي هي البقعة ديالها، راه كاين باللي كل شيء ديالها، يعني فاش حنا البقعة ديالها ما وصلناهاش، حنا كنطلبوا غير دابا البقعة ديالتنا حنايا اللي كنطلبوا، البقعة ديالها ما وصلناهاش. واش البقعة اللي شرات الأم، قربي الميكروفون، واش البقعة اللي شرات الأم ديالك الأخ ديالك، واش مزدية مع البقعة ديالها؟ اه كاينه البقعة ديالها وكاينه ديال خويا. يعني وزادت حتى ديال خوك؟ اي وزادت حتى ديال خويا. دابا كنطلبوا من الناس يعاونونا باش ناخذوا حقنا من ديك السيدة. اينا بلاصة؟ إقليم أولوز، أولوز ساكنين في أولوز إقليم ساروتانت. كنطلبوا من الناس يعاونونا باش ناخذوا الحق ديال خويا. لقيتوا البيبان ومشيتوا؟ مشينا ودقينا البيبان، حتى واحد ما بغاش يوقف معانا، حتى واحد كيقول لنا راه هذيك السيده ظلمتوها، تعديتوا عليها، حنا ما تعدينا عليها وما ظلمناها ما حتى حاجه، حنا دابا كنطلبوا غير الحق ديالنا، ما بغينا حتى حاجه. وهذا السيد ولا السيده اللي شريتو بقعة شنو كتقول هي في الموضوع؟ داك السيد حتى هو بغينا يوقف معانا، يرد لينا فلوسنا ولا يعطينا بقعة ديالنا، هادشي اللي بغينا. شنو كيقول هو؟ هو ما كيقول حتى حاجه، هو اصلا من داك النهارات ملي جابت الخدامه وداك الشيء، ملي بغاو يخدموا جا ووقفهم ودخلنا للمحكمه، ملي جابت الحكم ما قدرش مازال يقرب، حيت جابت الحكم الى وصل ديك البقعه راه غيدخل الحبس. خوك يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه، عاودي على هاد القضيه. المهم الهضره باش الناس يتعاطفوا معاه، باش يتعاونوا معاه. كنطلبوا المساعده ديال الناس يتعاونوا مع هذا الولد، هذا الولد مسكين معاق، ما عندنا الوالد، ما عندنا حتى حد، كاينه غير الوالده هي اللي كاينه، هي اللي كتصرف. واش حنت معاق يعني حقرات عليه ولا شنو؟ حقرات عليه حيت هو معاق وما عندنا حتى واحد، حقرات عليه كلنا كاملين ماشي غير هو، ما عندنا حتى واحد اللي يوقف معانا، ما كاين حتى واحد. وهاد السيدة شنو عندها نفوذ ولا شنو؟ هي عندها النفوذ، وقالت لك هي معلمة وهي عندها الفلوس، حنا ما عندنا حتى حد، ما عندنا حتى حاجة، عندنا غير الله. باش حسيتوا فاش ربما بين عيشة وضحاها يعني؟ حسينا بالحقرة، كتشوف الحق ديالك كيضيع، وكتشوف الناس واقفين مع الظلم، ما عرفناش، ما عندنا مازال. وداك النهارات كاع ملي قلت لها راه هاد الشيء راه كديري حرام وداك الشيء، قالت لي سيري دي خوك، سيري دي خوك طلبي بيه في السوق الطلابة. يعني كتعيرك بخوك؟ اه كتعيرنا بخويا، سيري دي خوك طلبوا بيه الطلابة. دابا كنطلبوا الحق ديال خويا، انا بغينا الحق، بغينا العدالة، هاد السيدة هادي بغينا منها، بغينا البقعة ديالنا من داك السيد اللي بالينا، حتى هذيك السيدة يرجع لنا البقعة ديالنا ولا يعطينا فلوسنا، هادشي اللي كنطلبو من الناس والمحسنين. الله يجازيكم بخير، تعاونونا وتوقفوا معانا. قولي للناس الرقم ديالك اللي بغا يتعاون معاكم. 06 59 53 86 38. عاودي الرقم. 06 59 53 88 38. عاودي يا ربما. 06 59 53 88 38.